محمد احمد عبد العظيم فراج من مركز سموسة محافظة بني سويف. كم سنة اسمه محمد؟ 44 سنة. 44 سنة ان شاء الله. 44 سنة. متجوز؟ متجوز. عندك كم اولاد؟ 4 ان شاء الله باذن الله. 4 اولاد. وشغال ايه؟ فاتح تاجر اسماك، عندي محل اسماك ومجمدات يعني. طب حضرتك عصرت على الفلوس ازاي؟ والله حضرتك كنت كاشف لابني عند الدكتور، ونزلت اخد توك توك من عند من اول شارع بورسعيد لحد الموقف، فركبت التوك توك وكده، وكان في ثلاث ستات راكبين، فالمهم نزلوا قبلية وكده. جيت انا الساعه كنت نازل وكده، فببص تحت الكرسي وكده، وانا نازل لقيت الشنطه بلاستيك كبيره فيها متعلقات شخصيه، كانت فيها لبس وكده، وكان في كيسين مناديل ورق يعني وكده، وكان في تليفون وشنطه تاني من جواها، كل المقتنيات. فبقلب فيها، فتحت نزلت في لبانه قبل الموقف عندي، بنزل قدامها وكده، وصاحب اللبانه ده الاستاذ عماد الصديقي يعني. لبانه اسمها لبانه وحيد. تمام. فطبعا نزلت، ما كانش معايا التليفون، كنت ساب التليفون في البيت، فالاستاذ عماد قلت له لو سمحت يا استاذ عماد معاك نت وكده، قال لي في حاجه ولا ايه؟ قلت له ان انا لقيت الحاجات دي وكده، وعايز صاحبها يجي السلام واتعرف عليها. طبعا كنت فاتحها، كنت عارف ان هي فيها فلوس، جيت اقفلها تاني ونزلت عند اللبانه على اساس اشوف فيها بطاقه، فيها اي حاجه اتعرف على صاحبها. فلما تعرفت طبعا ببص لقيت فيها فلوس، مبلغ مال كبير يعني وكده، هي عملات ان هو كان جاي من السفر، عرفت بعد كده ان هو كان لسه واصل من، كان جاي من القاهره، كان جاي من السعوديه وشغال في الخليج يعني وكده. فطبعا فتحنا الشنطه، كان فيها فلوس مبلغ مال كبير يعني وكده، عمله اجنبيه يعني وكده. والمهم عرفت ان صاحبها ما لقاش الا الجواز بتاعه، وفي اللي هي الصوره او حاجه ما اعرفش انا، حاجه كده خاصه بالطيران يعني وكده، جايبها من المطار يعني وكده. فالمهم ان انا طلبت من الاستاذ عماد ان هو يتواصل مع الاستاذ وجيل، وهو ماسك الصفحه بتاع جروب سموسه وكده، ونزلها ونشر بيها على النت وكده. انت عشان توصل لصاحبها بعت على صفحات التواصل الاجتماعي؟ بعت عليها. فطبعا صاحبها كانت قبل ما تنزل، كان هو ده، هو رجع تاني لان هو كان تعبان نفسيا، ان هو يفتكر نفسه نزل سال السواق تاني اللي هو كان راكب معاه من القاهره. تعبان نفسيا؟ كان تعبان وكان منهار يعني. كان تعبان بعد الفلوس يعني؟ هو لما كده يعني. كان فقد الامل يعني. كان ان هو كان داري يدور عليها وكده. فالمهم ان هو كنت انا اللي راكب معاه في التوك توك وكده، فشافني اللي انا راكب معاه في التوك توك، هو رجع تاني كان بيدور على صاحب التوك توك وكده يعني. فصاحب التوك توك شافني وكده، جيت انا طبعا لما شافني وكده باول كلمه انت فين الحاجه ومش عارف ايه وكده، قال لي الحاجه معاك يعني ولا ايه؟ لا ده هو جاي بيقول لي كان في هنا شنطه في التوك توك، والراجل صراحه يعني جاي بيقول له كان في شنطه في التوك توك وكده. قلت له معايا وكده، اول ما سمع الكلمه دي جه مغمى عليه. قمنا انا والاستاذ عماد، وكانت في ناس في اللبانه قاعد عنده وكده، فوقعوا كده. وبعديها الراجل طبعا ما كانش مصدق وكده يعني. انت اول مره زي فلوس؟ لا انا والله لقيتها قبل كده، بس ما كانش الصراحه، كانت حاجات بسيطه يعني. مثلا كان يعني كان قبل كده حوالي 1600 جنيه بتاع يعني واحد اسمه محمد وليد. الحمد لله يعني، برضو كان بعت الاستاذ وجيه على فكره، وكان نزلها وجي السلامه، بس دي كانت قدام المحل. لا والله الحمد لله، هو الراجل طلع زوج جدا يعني، شكرنا حتى بس على دماغه، وكان هيمال ويبص على رجله وكده، انا رفضت يعني. هو قال لي دي حياته وناس امانات بحتها معايا وكده، وانا شغال في غربه وكده. فالمهم ان هو طلع فلوس معاه وكده كانت في جيبه، وقال لي والله كل اللي معايا ده في جيبي، انا والله ما اعرف عددهم تاخدهم وكده. طبعا قلت له الحمد لله يعني، كفايه ان انت يعني الحمد لله فتح محل واسماك ايوه الحمد لله يعني. لا الحمد لله ربنا ستره والله، الحمد لله اللي يرضى يبيع يعيش يعني، الحمد لله رب العالمين يعني. الحمد لله والله. بتقول معاك اولاد واربع اولاد يعني؟ الحمد لله يعني. اكبر واحد فيهم قد ايه؟ اكبر واحد عبد الله ان شاء الله داخل ثالثه ثانوي السنه الجايه ان شاء الله يعني، نجح الحمد لله يعني
جايب جاي جدا ان شاء الله يعني. ده الحمد لله رب العالمين، يعني اللي انت عملته ده سمع في مصر كلها. لا الحمد لله والله، الحمد لله والله. طبعا دي حاجه مشرفه لبني سويف. الله يبارك فيك يا بيه، الله يبارك فيك والله الحمد لله. يعني لو اتعاد بيك الزمن ثاني برضه هترجعهم لصاحبهم ولا؟ اكيد والله، لو اكتر من كده بكتير. اللي رجع مره رجع 1000 مره كمان، الحمد لله رب العالمين. اللي رجع الحق يكفي بيه والله. اني فرحه الراجل اللي هو صاحب المال ده، يعني هو قال لي والله، قال لي انت احيتني يعني. سبحان الله والله كده، ولا انت كده كنت اموت، رجعت الحياه من جديد. فالحمد لله دي تكفي يعني والله. حتى الراجل نفسه يعني، احنا عندنا انت عارف يعني في البلد وكده، الراجل حب يجيب مراته والست بتاعته ويجيب لي واجب وكده. فانا رفضت وقلت له انت تشرب بعد كده، بس دلوقتي لا وكده يعني الحمد لله يكفي يعني. حتى انت رافض حتى ان هو ده؟ لا 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 يعني. الحمد لله والله، يعني الحمد لله المعروف ما يتاخدش ليه ثاني يعني. الحمد لله رب العالمين، ودي الحمد لله التوفيق من عند ربنا يعني، ان انت تسعد واحد وترجع له حاجه، ودي الحمد لله رب العالمين. انت يعني امنيتك ايه مثلا؟ انت حجيت او تروح عمره قبل كده ولا اي حاجه؟ لا الحمد لله، هو اي حد يتمنى والله، بس ان شاء الله تيجي من عند ربنا كده باذن الله يعني. بإذن ان شاء الله يعني. بإذن الله. يعني انت يعني نفسك في ايه عامه على المستوى الشخصي؟ والله الحمد لله ربنا يبارك لي في اولادي كده، ويصلح حال شبابنا وينور له مستقبلهم كده يا رب، ويسعدهم يا رب، ويسعد الجميع يا رب، ومصر تبقى في امن وامان باذن الله يا رب. دي اهم حاجه. وحضرتك طيب.